السلام عليكم متتبعين الاعزاز، عيد مبارك سعيد، عيدوا تعودوا بالصحه والسلامه والهنا والتيسير ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد العصير خاطر وزوين ديال الفواكه الموسميه. كيف كتعرفوا هذه هي وقت دابا والصهد وفي نفس الوقت العيد واللحم، ما يصلح مع غير هذا. احنا ما واخدينش دوك العواصر دي كتعرفوا اللي كيكون فيهم مواد حافظه وداكشي، من الاحسن اننا نصيبوا الحاجه في دارنا لينا ولوليداتنا ونعرفوا شنو كناكلوا وفي نفس الوقت شي حاجه اللي هي صحيه. كيف كتشوفوا انا صيبت العصير، ها هو يا انا غادي نشارك معكم التفاصيل كاملين في الفيديو. نتمنى ان الاعجاب ديالكم، راه كيجي خاطر وفي نفس الوقت يبقى في الثلاجه واحد المده وما فيه حتى شي حاجه، يعني حتى ديك حجر اللي مرانا ما بقاش كنستعملو لان كيحمض العصير. من الاحسن تصيبوه غير بحال هكايا وتحطوه في الثلاجه، يقدر يبقى لكم طال سيمانه. هادشي اللي ما كانش لي يشربو لان دغيا كيتشرب ما كيبقاش، دغيا كيسالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبعوا التفاصيل في الفيديو ان شاء الله. مرحبا بكم. بسم الله على بركة الله. كيف كتشوفوا هنا عندي المشماش وعندي الخوخ وواحد ليمونة. هنا تتبقى الكمية على حسب الأفراد وعلى حسب شحال بغيتي يخرج لك هذا العصير انتي. وهذا هنا درت الماء ودرت معه شوية ديال الخل ورقطو فيه، دابا راني غاسله مزيان. وهنايا عندي جوج خيزوات هاهما نقيتهم، غادي نقطعهم قطعات صغار وغادي نديرهم باش يتسلقوا. كيف قلت لكم بالنسبه للفواكه هنايا هنا تيبقى على حسب الكميه، وفي نفس الوقت اي فاكهه كانت موجوده عندك تقدري ديري البنان، تقدري ديري الشهديه، تقدري المهم اي حاجه كانت موفره عندك تقدري ديريها. بغيتي تخرجي منه 5 يدرو راه تقدري ديري كيلو كيلو من الحاجه ونص كيلو ديال الليمون على حسب انت. المهم كيف قلت لكم انا غادي ندير غير واحد الكميه باش نشاركها معكم، غير كميه قليله يعني ما غاديش نكثر. كيف قلت لكم عندي هنايا خيزوات، جوج خيزوات غادي نقطعهم قطعات صغار وغادي نديرهم يتسلقوا. وبالنسبه للسكر حتى هو راه تيبقى على حسب الذوق ديال بنادم، واش كيبغي حلو بزاف واش كيبغي على حسب. وبالنسبه لهذا حجر الليم دوك السنيده الحامضه كل واحد شنو تيقول ليها، انا صراحه الله ما ننصحكمش بها في الصيف لان العصير كيحماض. الا صيبتي غير هكايا كتحطي في الثلاجه يقدر يبقى عندك 3 ايام 4 ايام على حسب، ولكن الا درتي هذيك سنيده راه تيخسر دغيا العصير كيولي حامض وكيطلق واحد الكشكوشه. مهم انا ما ننصحكمش بها لان اغلبيه الناس كاينين اللي كيديروها، وانا ما ننصحكمش بها لان انا جربتها كنت كنديرها في العصير ديال 5 يترو. ان شاء الله شي مره نشاركو معاكم ديال ليمون وخيزو وتفاح والبنان، ولكن هاد المره انا دابا درت غير حتى التفاح ما درتوش، دابا درت غير الخيزو والمشمش والخوخ والليمونه هما اللي درت. غادي ندير دابا هذا الخيزو باش يتسلق، ومن بعد غادي نزيد عليه ليمونه، ومن بعد عاد نلح هاد هذا الخوخ والمشمش. هما ما غياخذوش الوقت، هما تقريبا غير شي 5 دقائق ولا 10 دقائق ونطفي ليه. اللي خصو يطيب هو خيزو. هانتوما انا درت خيزو باش يتسلق، الخيزو ديالنا غيتسلق. غادي ناخذ دابا هاد هاد الليمونه وهاد الفواكه الاخرين غادي نشللهم مزال بالماء وغادي نقطعهم قطيعات صغار حتى هما. وهنايا كيف كتشوفوا انا قطعت الليمون، الليمون ضروري خصنا نقطعو هكا رقيق باش نشوف ياك ما فيه العظم. نتوما عارفين العظم الا كانوا في الليمون راه كيولي مر. ها هو دابا غادي نقطع المشمش حتى هويا، ها
المشمش حتى غير بحال هكايا، راه ما غاديش نحيد لهم لا القشره لا المشمش ولا الخوخ، نخليهم القشره تعوم. صراحه هاد الخوخ راه البنه والريحه ديال الخوخ راه كاينه غير في هاد القشره ديالو. سبحان الله العظيم هاد العام الديسير كله ما فيش ديك البنه، واخا كتشوفوا كتشهاو ملي كتاخذوا ما كتبنش فيه ديك البنه ديال الديسير، حتى حاجه ما بقات فيها ديك البنه. والله الا جبت واحد اللحم بحال جبت قرعه فيها بحال ريحه البنه ديال القرعه. هانتوما هنايا بعد ما قطعت قلت لكم المشمش بعد ما غسلته بالماء والخل مزيان، شللته تاني بالماء نقي. دابا غادي نخليه هكايا جانبا هو الخوخ والليمون تنسالي تنكمل كلشي عاد ندير نطيب خيزو. عاد ديك الساعة نزيد عليه الليمون هو الأول، وهذا كيف قلت لكم راه ما غياخدش الوقت بزاف دغيا. الخوخ والمشمش هما راه آخر حاجة غادي نحط نديرها صافي وغادي نعملها. هانتوما كتفاح حتى هو تقدرو ديروه كان الشهدية، المهم البنان غير هما هادوك عندك التفاح البانه الشاديه هادو كانوا كيكونوا هما الخيم. حتى كيطيب الليمون ليمون خيزو عاد كتزيدو هادو هما الخيم، هاد الفواكه هما الخيم. ويستحسن انكم ديما ديروهم بقشرتهم، غير غسلوها مزيان بالماء والخل وديرو بالقشره ديالهم اي حاجه ديرو بالقشره ديالها. ديك الساعه كيبقى الاختيار انك تصفي الحاجه الى طابت، ضروري ما ديري الصفاي خطايبة. هانتوما بعد ما قطعتهم غادي نخليهم دابا جانبا بين ما طبخي الزوم ونكمل ان شاء الله. وهنايا كيف كتشوفوا بعد ما طاب كلشي هانتوما دابا غادي نطحنوا. بسم الله غادي نجيب الكاس ديال المايونيز كيف كتشوفو، غادي نحط فيه شوية من هاد العصير والماء. راني دايرة واحد القرعة في فريكو باش تبرد كل شوية باردة مزيان نطحن بيها. وهنايا بعد ما طحنتو كيف كتشوفو غادي نصفيه، ضروري من هاد الصفاية غير على ديك القشرة لي درنا و داك الليمون. ونعاود ندير داكشي لي بقى لي فوق نطحنو. كيف قلت لكم انا دابا راه درت غير واحد الكمية قليلة. وهنايا بعد ما كملت كتشوفوا نزل هادو هانتوما راه العصير كيجي خاطر كتشوفوا. بالنسبه للسكر كتبقى الحلاوه على حسب كل واحد كيبغيها، كاين اللي كيبغي حلو بزاف كاين اللي كيبغي غير شويه. المهم هنا السكر نتوما اللي كتحكموا فيه. انا بالنسبه لي دابا غادي نقسمو نص غادي ندير فيه السكر نص ما غنديرش فيه السكر. هانتوما تشوفوا ديك القشره اللي كتبقى راه كنبقى نعصر فيها هكايا بالصفايه. هاهي ونشللها بشويه ديال الماء ها
هاد العصير مولفه كنصيبوه بالليل باش ملي بغاو نتغداو هكايا في العيد كنلقاوه موجود. هاد الايامات ديال العيد طبعا عارفين دابا اللحم كثيره والمشروبات الغازيه حنا مكنستعملوهمش، لهذا من الاحسن اننا نديرو العصير في ديورنا بيدينا ونعرفو شنو درنا فيه. هانتوما يا هذاك داك التخت اللي بقى، هادشي اللي بقى فيه هاد شويه كيف كتشوفوا ها هو دابا انا ساليت العصير ديالنا كيف كتشوفوا تبارك الله راه الخير والبركه. بغيتي تزيدي ليه الماء راه تقدري تزيدي ليه الماء، يقدر مازال من هنا الصباح ثاني الى برد مازال راه غادي مازال يولي خاطر، تقدري تزيدي مازال شويه الماء. هنا كيف قلت لكم دابا انا غادي نقسمه على جوج وغادي نزيد ليه السكر، نص غادي ليه السكر نص ما غاديروش ليه. وهنايا بعد ما قسمته كيف كتشوفوا هذا غنزيد ليه دابا السكر ها هو، غادي نحط ليه جوج المعالق ديال السكر ثلاثة، وغادي نعاود نديرو الطحن، غنعاود نزيد ليه الطحن مازال بسم الله الطحن مع السكر. وهنايا العصير ديالنا بعد ما وجد هانتوما كيف كتشوفو راه كيجي رائع. خرج ليا يدرو وشي حاجه يدرو شويه كيف قلت لكم ملي كدير السكر تقدري تزيدو راه يقدر يخرج لكم حتى جوج يدرو هاد الكميه اللي درت. انا خرجت لي غير يدرو شي حاجه، انا بغيت يبقى لي هكا يا خاطر كيف كتشوفوا. نتمنى العصير ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في هاد الوقيته دابا، هادي وقت وقت الديسير وقت الصاد، هادي وقت العصير دابا. نتمنى ان الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوه وتردوا عليا كيف ديما في التعاليق ديالكم الزوينين.